إذا عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما بخصوص الفاجعة التي هزت مدينة الدار البيضاء صباح هذا اليوم، بالضبط بوسط المدينة في هذه الأثناء كيف كتشوفوا وعلى المباشر دخول عناصر الشرطة التقنية والعلمية التابعة لمنطقة أنفا على خط هذه الفاجعة، وهو سقوط واحد الإمرأة مسنة من أعلى هذه العمارة والعثور عليها ربما جثة هامدة ونقلها من طرف سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية إلى مستودع الأموات هنا بمستشفى مولي يوسف بمدينة الدار البيضاء. أكيد العناصر الأمنية وبعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أكيد عناصر الشرطة العلمية والتقنية والذي يسمون برجال مسرح الجريمة غادي يعملوا على أخذ كل ما من شأنه توضيح كل حيثيات وظروف ودوافع وقوع هذه الفاجعة، وهل هي انتحار أو موت عادي أو سقوط عادي أو هي جريمة قتل لا قدر الله. يعني كيف كتشوفوا رجل ديال الشرطة العلمية والتقنية كيحاول يلتقط صور من أعلى العمارة إلى المكان التي تم العثور فيه به على جثة السيدة. إذن مرة أخرى نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله. أكيد تفاصيل أكثر ستجدونها على قناتكم شوف تيفي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.